بالتعليق على الموضوع ينضم الينا من اسطنبول السيد ياسر النجار المتخصص بالشان السوري. اهلا بكم سيد ياسر الى استوديو الرافدين. اذا هو قرار من اقرار من المبعوث الاممي دي مسوره بفشله بتشكيل لجنه صياغه لصياغه الدستور الجديد لسوريا، يعني ليس هو الفشل الاول لمبتعثي الامم المتحده الى سوريا. كيف كان اداء دي مسوره حول الشان السوري منذ بدايه ارسال مبعوثي الامم المتحده الى سوريا وحتى دي مسوره برايك؟ مساء الخير. مثلاً. طبعا يعني جميعنا نعلم ان هناك كان اكثر من مبادره بداتها الجامعه العربيه، ولكن كل هذه المبادرات كانت تقف امام تعنت النظام لعدم القبول لاي تسويه او حل سياسي. طبعا النظام بمفرده لا يستطيع ان يستمر بهذا الامر لولا انه كان هناك تدخل ايراني وايضا تدخل روسيا عبر المحافل الدوليه والفيتو الذي لطالما اشهرته روسيا، واعتمدت ايضا على الفيتو الصيني من اجل قمع اي عقوبات او ضغط يمارس من قبل الامم المتحده على النظام الاسد من اجل ان يقبل بمفاوضات او ان يسمح بتقدم المفاوضات. تعلمون ان هناك مسار للمفاوضات عبر جنيف كان يديره اكثر من مبعوث، نحن نتكلم عن المبعوث الثالث والان نحن في صدد المبعوث الرابع بيدرسون. بتصور مفاوضات ومحاور جنيف لم تقدم ولا اي شيء عبر اي مسار، حتى على صعيد يعني ادخال مساعدات انسانيه ولا حتى على صعيد الافراج عن اي معتقل. اذا في نهايه المطاف هناك تعنت من قبل النظام وعدم رغبه باي حل سياسي على المنحى على مستوى الارض، وانما كان لطالما النظام يعزي او يعتمد على الحل العسكري وعمليه القصف وطرح يعني حرق الاخضر واليابس واستفاده من اشراك القوات الجويه الروسيه على المساحات السوريه. نعم، دمسطره لم يعول على مسار استانا باحاطته امام مجلس الامن، يعني بما صرح به عول دمسطره بدلا من ذلك على مسار جنيف، على الرغم انه كان يعتبر استانا دي بالصورة طبعا يعتبر السنة أنها المخرج الكبير للأزمة السورية. لماذا برأيك اتجه تجاه جنيف بدلا عن السنة؟ يعني بتصوري نعلم أن مسار جنيف هو المسار الأساسي للحل السياسي، وإنما مسار أستانا هو فقط طرح من أجل يعني الحل العسكري أو الهدنة العسكرية من أجل إشراك الفصائل العسكرية في مفاوضات بشأن الحل العسكري، والمقصود هنا الهدن والاتفاقات العسكرية. وبالتالي أنا بتصوري جنيف يعني هو المسار الحقيقي للمفاوضات السياسية. دمسطرة لم يشارك في الأستانة منذ انطلاقتها، نعلم أن الضامن الأساسي الآخر للولايات المتحدة الأمريكية أيضا لم يكن لها دور في الأستانة إلا بصفة مراقب، وعزفت عن حضور أي ملف يعني أي مفاوضات في الجلسات الأخيرة. لذلك أنا برأيي كان دمسطرة يعني يعول على وقف اطلاق النار من قبل مسار الاستيتاني، ولكنه لم يكن يعتمد على مسار الاستيتاني من اجل مسار الحل السياسي. وفي نهايه المطاف اعطى رساله واضحه يقول فيها ان كان المسار الاستيتاني كان هو لاملاء الوقت الفارغ، كون ان روسيا هي التي تتبنى يعني او مستلمه منفرده بالتاثير السياسي على المسار السياسي في سوريا، وهي كانت تريد ان تشغل الراي العام والامم المتحده بانها تقوم ببعض الادوار. ولكن في نهايه المطاف وجدنا ان مسار الاستيتاني هو الذي سمح بعمليات حسم عسكري قام بها النظام، سواء في مناطق كان مسمات مناطق خفض تصعيد، ولم يبقى في نهايه المطاف الا مسار مدينه ادلب او محافظه ادلب، وايضا حتى الهدنه التي اجريت على محافظه ادلب لم تكن من نتائج مسار الاستيتاني، وانما كانت هي مفاوضات ثنائيه ما بين روسيا وتركيا بدون اشتراك الطرف الايراني الذي هو جزء من الازمه. سيد ياسر، هل تعتقد ان محادثات الاطراف السوريه المتصارعه والجهود الدوليه من الممكن ان تسفر عن تشكيل لجنه دستوريه؟ أنا بتصوري موضوع اللجنة الدستورية أصبح من الماضي الآن، والسبب كما تعلمون أن اللجنة الدستورية تريدها روسيا أيضا، وكأنها تريد أن تضغط يعني تريد الحصة الأكبر، وتريد أن يكون النظام هو الذي يعني يعطي المشروعية لهذه اللجنة الدستورية، ولا تسمح للأمم المتحدة أن تكون راعية، وهي وضعت الفرامل من أجل أن لا تكون هذه اللجنة الدستورية تحت مظلة الأمم المتحدة. بتصور أي لجنة دستورية لا تكون تحت مظلة الأمم المتحدة ليس لديها مشروعية، وبالتالي نحن نتكلم عن مسار سياسي أخفق بإيجاد لجنة دستورية التي هي من الأساس كانت مشروع طرحته روسيا، ولكن وجدنا في نهاية المطاف أنه مشروع وضع لطرح يعني لإشغال الناس
في الوقت وليس من أجل إرادة حل حقيقية كانت تمني روسيا أن تضغط فيها نعم، على عن العملية العسكرية التركية الشرقية نهر الفرات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن بإرجاء هذه العملية إلى وقت آخر حتى خروج القوات الأمريكية بعدما صرح ترامب بسحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية. ما الذي يخشى الأتراك من بدء العملية العسكرية في الوقت الراهن في سوريا؟ لماذا أجلت العملية برأيك؟ أنا برأيي هذه نتيجة طبيعية، طبعاً تركيا تريد أن ترد بشكل إيجابي باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت الضوء الأخضر للعملية العسكرية، ولكنها أرادت أن تأخذ حيز من الوقت حوالي 60 يوم، وأنا بتصوري حتى الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول أن تسحب هذه القوات ما قبل هذه المدة، وبالتالي يعني أردوغان كان يعني أمام وعده، قال أنها ستكون هناك عملية خلال أيام، لذلك كان لابد من بعد الاتصال الهاتفي ما بين أردوغان وترامب أن يكون هناك مبرر لتأجيل هذه العملية، وبتصوري المبرر أصبح واضحا، هو أراد أن يرد للولايات المتحدة الأمريكية بأنه يقدر موقفها بإعطائه الضوء الأخضر، وأن العملية العسكرية ستأتي ولكن بعد انسحاب القوات الأمريكية من مناطق شمال شرق سوريا. الأستاذ ياسر النجار المتخصص في الشأن السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.